اتعرض عليا من مواطن ما ورق اللي انا اظبط له يعني ملف قطعة ارض عندنا في فايد مساحتها 6000 فدان تقدر ب 3 مليار جنيه. طبعا ملوش كانش فيه ملف، فطلب مني ان انا اجهز له ورق واقنن له الورق وعشان نضيف سياده المحافظ. فبلغت سياده العقيد محمد رئيس مركز مدينه فايد بالواقعه، فبلغنا سياده المحافظ بالتفاصيل، بلغنا الرقابه الاداريه، بدات اشتغل على الموضوع مع بتعليمات من الرقابه ومن سياده المحافظ ياسين طاهر، ولغايه ما تم القبض عليهم متلبسين وهم بيدوني فلوس الرشوه والورق كان معايا. يعني الناس اللي جت على مدير المكتب عرضت عليه مبلغ من الرشوه طالب ان يتعمل اوراق لشركه قبض 6000 فدان. فطبعا هو بعد كده اول ما عرف الموضوع دخل بلغني في نفس اليوم، بدانا ناخد الاجراءات القانونيه، بلغت سياده المحافظ، سياده المحافظ ادت توجيهات فوريه بان احنا نبلغ الرقابه الاداريه ونبدا نتعامل مع الموقف. وبعد كده حصل فعلا ان احنا بلغنا الرقابه الاداريه، وبقى حصل ان احنا نستمر معاهم، وبلغتهم دي المكتب ان هو يبدا يتعامل معاهم ويجاريهم لغايه ما نشوف الوضع هيبقى ايه.